السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة فاست فود. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الدجاج بالسماق في الفرن على طريقة اهل الشام. نحتاجوا لهذا الاكلة. هذه عندنا دجاجة صغيرة، انا استعملت غير وحدة لانني ما لقيتوش، ودجاجة صغيرة من فئة كيلو و 200 غرام، ودجاجة كبيرة من فئة 2 كيلو. انتم ممكن تستعملوا 2 أو 3 من الدجاج الصغير، الدجاجة الصغيرة غادي يجي احسن. واستعملت 2 بصلات كبار مشلضين، وتوا بالنسبة للتوابل أنا خلطتهم هنايا. استعملت في التوابل السماق اللي هو العنصر الأساسي في الوصفة. ها هو، شوفوا كي ها هو على الشكل هذا. ها هو الكيس فاش تيتباع، تيتباع في المحلات التجارية الكبرى. هذا هو الكيس ديالو. واستعملت معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، الإبزار، الثومة بودر، وخلطتهم بالزيت. واستعملت استعملت الكاري. هانتوما شوفوا، ها هو الكاري، تا هو تيتباع في المحلات التجارية الكبرى. واستعملت بهارات الدجاج، ها هما. وانا خلطت كلشي، ها هما هاد التوابل كاملة انا خلطتها في هاد الزلافة باش غادي نشرب الدجاج. معاهم نصف كاس ديال الزيت. وغادي نستعمل واحد الكيس، هذا الكيس هذا اللي ندير فيه الدجاج باش يطيب في الفرن. ها هو كاين فيه انواع، كاين من 3 كيلو ل 5 كيلو، وكاين هنايا من 5 كيلو ل 10 كيلو، وكاين من كيلو حتى ل 2 كيلو. انا غادي نستعمل هذا ديال 3 كيلو 5 كيلو، لان انا عندي تقريبا 3 كيلو وشي 400 غرام. هذا اللي نستعمل دابا، هذا غادي ندخشي فيه الدجاج وغادي ندخلو الفرن. دابا راني شرملت البصله كما تشوفوا بهاد التوابل هادي، ودابا غادي نبدا نشرمل الدجاج. دابا غادي نديرو الحشو هنايا وسط البصله، نعمرو بها الدجاجه. المهم من بعد ما كملنا الشرموله ديال الدجاجه، هنا عمرت نص ديال البصله هنايا وخليت النصف الاخر. دابا غادي نبداو غادي نخيطو هاد الدجاجه، غادي نسدوها بهاد عود الاسنان هذا. من بعد ما كملت الدجاجه خيطتها، درت لها دوك العواد. دابا غادي نشرم القطع الاخرين ديال الدجاج. هاني كملت القطع ديالي كاملين. دابا غادي نحطو هاد الدجاج ديالنا هذا في البلاستيك الحراري. اول حاجة غادي نبداوها هي البصلة، غادي نفرشو البصلة اولا.
بعد ما فرشنا البصله دابا غادي نديرو الدجاج. صافي حنا نديرو الدجاج ديالنا كامل، دابا غادي نجمعو هاد الميكالي هاكا بحال هاد الشكل هذا. غادي نعقدوها من هنا بهاد الخيط هذا. هذا الشكل هذا تنسدوها مزيان على هذا الشكل هذا صافي، و تندخلو السينية ديالنا الفرن و نطلقها معاكم في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا بعد ما خرجتو من الفرن. خدا ليا تقريبا ساعة في الفرن على نار مهيلة. منعاودلكمش على الرائحة اللي طالعة منه، واحد الرائحة زوينة ديال داك السمك و دوك التوابل اللي قلت لكم. هذوك التوابل موجودة في الأسواق الكبرى التجارية، والكيس البلاستيكي حتى هو موجود في الأسواق الكبرى. ورافقت هاد الوجبة هادي بالفريت ومشروب الغازي. كنتمنى باش تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ممكن تستعملوها كوصفة للغداء أو للعشاء. واللي جرب هاد الوصفة هادي عجباتو يخلي ليا لايك وكومونتير، وتابوني في لاشين ديال فاتي فود بالنسبة للي مازال ما تابوناش. هذا فضل الله أمران، وتنتمنى باش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.